طبعا معروف في مجتمعنا العربي انه الافراح والاعراس هيدي اشياء بتاخذ كثير وقت وبتاخذ كثير جهد وبتاخذ كثير مصاريف للتحضير، فوجودي اليوم بمهرجان العروس اما مهرجان التحضير للعرس اول شيء هو نمبر 1 من ناحيه الناس اللي عم يشاركوا، اما المشاركين بهذا المعرض كثير موفرين وقت بالنسبه للعرسان اللي بدهم يحضروا حالهم للعرس، كثير راح يوفروا كمان طاقه بدل ما يروحوا من مكان لمكان، وكثير راح يوفروا مصاري لانه العروض اللي نازلين بها دعما للعرسان الجديد ودعما للمعرض نفسه هي بصراحه اسعار منافسه. نتمنى طبعا التوفيق. انا شخصيا هاي اول مره راح اكون اقدم معرض بهالطريقه هيدي، قدمت فاشن شوز والمعروف علي انه انا وجه اعلامي اقتصادي، ولكن فيك تحسي الفرحه من اول ما تفوتي على المعرض، فبوجه تحيه طبعا للمنظمين القائمين على هيدا المعرض ودعوتهم الي انه قدم هيدا الفاشن شوز اللي راح يكونوا موجودين، وما شاء الله اي ثينك انه 4 ايام رح يكونوا إناف للعروس إنه تجي وتشوف وتحضر حالها. حقيقة هي أول مرة منشارك بمعرض العروس وحبينا نجرب تجربة المشاركة كمشفى بيقدم خدمات التجميل والأسنان والرعاية الصحية، ونشوف إذا خدماتنا بتناسب الصبايا اللي مقبلين على الزواج، نساعدهم يظهروا بأبهى طلة بالليلة المنتظرة، ليلة العمر حتكون إن شاء الله. منتجات فرنسية وموجودين هنا بالإمارات من أكثر من 10 سنوات وبنوزعها في أكبر صيدليات. منتجاتنا طبية، يعني هي بتعالج جميع مشاكل البشرة وفي نفس الوقت مستحضرات تجميل، ما تعتبر رقم واحد هنا الحمد لله، المنتج له اسمه والسيدات وآلاف السيدات بيستخدموها والحمد لله حصلوا نتيجة ممتازة يعني.